أكثر حكومة تعاملت بالمحاصصة هي حكومة السوداني. بالمحاصصة؟ إيه. شلون؟ واضحة جدا المحاصصة. لو تموت أنت دكتور محمد الخزاعي وأنت كفاءة وتملك كل الإمكانيات أن تصلح مثلا تصير مدير عام مثلا في وزارة التجارة أو في وزارة الصناعة أو في وزارة الإسكان والإعمار، إذا ما أنت تتبع إلى جهة حزبية يصير عمرك 200 سنة وما تقدر تصير مسؤول قسم. يعني أكثر حكومة تعاملت هذا واقع حكومة السوداني. نعم، هي حكومة السوداني كلها صارت محاصصة. بالكولكليتر يحسبون الأحزاب اللي شكلت هذه الحكومة إن كانت كردية أو سنية أو شيعية، بل حتى الأقليات وأنا هذا يعني كلمة الأقليات، المكونات الأخرى بدت الطالب حتى في المؤسسات، آني مسيحي وين مكاني هنا، آني صابئي، آني ما أعرف شنو وين مكاني هنا. هذه مؤشر خطر. أنا ما أعرف رئيس الحكومة منتبه لهذه القضية أو ما منتبه. أنا أقول لك أكثر الحكومات صارت بيها موضوع المحاصصة هي حكومة السيد السوداني.